موضوعي. الشهرة في الأرض، المشهور في الأرض، له أو عليه. الشهرة يا إخواني أخواتي ابتلاء، قد الله سبحانه وتعالى يبتلي إنسان بالشهرة، وقد يكون من أصلح الناس. يعني ما في أشهر من الأنبياء والرسل، هم أشهر الناس في الدنيا وهم أصلح الناس وأحسن الناس. المشهور إما لك أو عليك. إذا كانوا اللي تابعونه واللي يعرفونه واللي هو مشهور عندهم نشر بينهم خير فهو يأخذ أجرهم، وإذا نشر بينهم شر فهو يأخذ إثمهم. مثال شيء عمل إحنا نسويه، أنتوا الحين اللي معاي في اللايف 85 الحين كلكم بعد إذنكم قولوا سبحان الله وبحمده، قولوا على النحاس، قولوا سبحان الله وبحمده بس مرة زين. الله يتقبل هذه، إذا الله تقبلها كتبت حق كل واحد فيكم نخلة في الجنة، الله يحط لك نخلة. أنا إذا الله تقبل مني راح يعطيني رب العالمين 85 نخلة على عددكم أنتوا اللي قلتوها، أنا اللي قلت لكم، أنا اللي علمتكم. فلما يكون وراي ناس وايد متابعين فولورز ونشرت بينهم الخير، يعني هذه اللي الله يعطيك إياها الشهرة إذا استغليتها صح. ترى الشهرة حالة أي إمكانيات، واحد صوته حلو قرأ في قرآن وأذن لأجر، غنى فيه عليه إثم، واضح؟ عنده أسلوب وإقناع، أقنع الناس بدين الله سبحانه وتعالى وخلهم يهتدون على أجر، أقنع الناس بالشر والفساد وخربهم عليه، فهي أداة. الشهرة أداة ابتلاء، استخدمتها في الخير كان لك أجر المتابعين، استخدمها في الشر عليه إثم هل يتابعه. عسى الله سبحانه وتعالى وفقنا لطاعته، الحمد لله رب العالمين. أحفظ لكم لايف دقيقة في الستوري ونرجع إن شاء الله حق فقرة سؤال وجواب.